نروح لشوية كورة كده، لأنه في أزمة الكابتن عماد متعب بتشتعل في النادي الأهلي. الكابتن سيد عبد الحفيظ بيعلن تغريم عماد متعب، يعني غرامة مالية بسبب خطأين عقب مباراة الفيصلي، محاولات لاحتواء الأزمة قبل ما تتصاعد، يعني في تهديد بالتصعيد وفي تهديد من هنا ومن هناك. وللاطلاع على هذه الأزمة ما بين عماد متعب وناديه النادي الأهلي.